أنا مع المساواة التامة بين المرأة والرجل، تقود وتحمل مسؤوليته. ومرة شاوني في استفزاز قالوا لي وحتى الإرث، قلت لهم حتى الإرث. سمعت اللي قولوني اللي حكاية الإرث وما الإرث، اللي أنا مع يعني مع قانون الإرث. أنا أول شيء أفعله بهذا القانون هو نحطه في سلة المهملات. وصل إخواني إلى الحكم وحركة النهضة الآن بحكم وهي حركة إسلامية. اعتذرت على جهلي بالراجل وقلت هذا ما كانش على المستوى اللي صورناه عليه. إخواني أنتم الآن أمام لحظة تاريخية، أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله، في الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله. لن أتكلم على قضية إسلام أو لا إسلام، هذا الهوية ترسخت بالدستور. هنا نحب نقول اللي لفهمين مش هو جينا، راه احنا مشينا ندق عليه بعد ما حطينا روحنا في الأزمة هذه. احنا مشينا له وقلنا له بربي عاوننا باش نخرجوا من الأزمة هذه. بينسير أدخل كهلنا، فما دولة في العالم تحت مع في اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومورها مفردة موضة نوص فيها كين الثلج خلالي في قدموا قضية دون 5 دينار. الديمقراطية تجيب يعني تجم تجيب التبديل، تجم تجيب حاجة جديدة، تجم تجيب حاجة فيها أمل.